هل يصح أن تدفن الست مع زوجها؟ اصطلاح الست اصطلاح محدث ليس في الكتاب ولا في السنة. اصطلاح الست وإطلاقه على المرأة لا يعلم له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على كل المرأة تدفن في قبر والرجل يدفن في قبر، وهذا الوارد إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك، والله أعلم.